أنا بعتقد هاي المؤتمر هو فرصة طيبة للبلدان العربية لمراجعة وتقييم ما تم تنفيذه بالنسبة لأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. ما نتطلع إلى هو مجموعة من التوصيات اللي من شأن تنفيذها لدفع موضوع التنمية للأمام في منطقتنا العربية، وخصوصا بما يتعلق بقضايا المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. فعاليات المؤتمر تناول يعني موضوعة متنوعة من القضايا والاهتمامات الهامة في منطقتنا العربية، وبشكل خاص موضوع الشباب والمرأة، وهي موضوعات تكتسب أهمية لأهمية الشباب والمرأة في دفع عجلة التنمية واستدامتها للأمام. فالشباب هو يشكل مخزون القوى البشرية في مجتمعنا العربي، وسوء استغلاله أنا بعتقد بضعف القدرة على توظيف هذه الإمكانيات بالصورة المطلوبة، وبالتالي نفقد جزء مهم من قدراتنا البشرية، إلى جانب يعني قضايا المرأة وأهمية مشاركتها، وهي المرأة تشكل نصف المجتمع، وبالتالي لابد من اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعزيز مشاركتها على مختلف المستويات. أنا بعتقد يعني المداولات اللي جرت يعني خلال اليومين الماضيين يعني يؤشرن على اهتمام كافة المشاركين بهذه القضايا، ونتمنى أن يكون موضوع الشباب وموضوع المرأة في لب وجوهر الإعلان المؤتمر، لإعطاء هذه القضايا أهمية في المرحلة القادمة، وبشكل خاص على أجندة التنمية ما بعد 2014.